كل افريقيا وكل العرب بينتظر النهائي، ماتش كبير طبعا بين النادي الاهلي والوداد. ان شاء الله ربنا يكون مدينا حظ ان شاء الله في النهائي ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في الاستاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله وربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ان شاء الله. مستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي افريقيا مختلف شويه، الاستعداد بيبقى بدري شويه، بتحضر ذهنك من بدري شويه، بتركز اكتر، لو بتركز 100% لا بتركز 1000000%. هي نقاط القوه ان احنا نركز نلعب لعبنا، نلعب ادائنا، ما نهيبش الموضوع، ده نهائي افريقيا، استمتع في الملعب وان شاء الله باذن الله احنا قادرين على كده باذن الله. بقول لهم ان شاء الله نقدر نفرحكم، بس انتوا ادعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم باذن الله. اكيد يعني ما يخافش انه الجماهير هم يعني نصف الفوز تاعنا، هم اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب فيه ساعة اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجه ثانيه. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقه، وان شاء الله ما نخيبوش امل.